أشرفت اليوم رفقة زميلي سيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والسيد كاتب الدولة المكلف بإصلاح المستشفيات على التوقيع على اتفاقية بين القطاعين تهدف إلى إنشاء وتجهيز وحدتين داخل مستشفى بني مسوس، وحدة صالحة لمعالجة ومحاربة وكل ما يهم هذا المرض الخبيث، هذا مرض السرطان. والأستاذ أعطانا لمحة على الحالة الموجودة في الجزائر عبر العالم، ووحدة أخرى إذا كان الغلاف كافي. ارتأينا اليوم إصدار طابع بريدي تقديرا لجهود الجيش الأبيض المجندين لمكافحة الوباء، هذا إلا رمزية. أيضا ارتأينا على هامش الإصدار البريدي أن تكون أيضا اتفاقية بين القطاعين تحت إشراف الوزيرين، اتفاقية تجسد السياسة الجديدة للقطاع، تجسد ترشيد المال العام، تجسد استعمال المال العام للمشاريع الهادفة